السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة ايدو 44 شانيل، اهلا وسهلا بكم في هذا الشرح لطريقة المصادقة ورفع الملفات في بوابة التوظيف من اجل الترشيح او الترشح لكل من الاساتذة اطر الاكاديميات الجهوية لتقنية التكوين وايضا اطر الاكاديميات الجهوية للدعم الاجتماعي والاداري والتربوي. إذا هذه المرحلة تأتي أولا بعد تسجيل الطلب القبلي و يعني بداية عند ولوج البوابة برقم البطاقة الوطنية والكلمة السرية المعطاة، نجد هذه الصفحة التي تتضمن بعض المعلومات حول الطلب الذي قمنا بتعبئته سابقا. يجب أن نجد وضعية الطلب عبارة عن طلب مسجل على الطلب. طبعا يمكن قبل المصادقة تغيير المديريات الإقليمية المختارة للتعيين في حالة النجاح إن شاء الله. بعد ذلك يطلب منا الموقع التأكيد على المصادقة هنا، وبعد طبعا التأكد من جميع المعلومات السابقة كما قلت يجب الضغط على الزر نعم. ثم بعد المصادقة يخبرنا الموقع أنه تمت المصادقة بنجاح والمرجو تحميل مرفقات الطلب. مرفقات الطلب نتحدث هنا عن مرفقات يجب أن تكون على شكل صور وليس ملفات PDF. صور نتحدث عن صور أي ملفات ذات الامتداد JPG أو JPEG، les expansions يكونوا JPG ولا JPEG. أول شيء نضغط على إضافة مرفق، ثم نختار الملف. قبل اختيار الملف نختار في قائمة منسدلة يقترحها علينا الموقع، نختار نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ثم نسخة من الإجازة، ثم الالتزام إلى آخره. إذا نختار نوعية الملف الذي نريد تحميله، ثم بعد ذلك اختيار الملف من الحاسوب أو من الجهاز. طبعا هنا اختارينا الملفات طبعا التي سبق تصويرها او يعني سكانات في وقت سابق. وهنا كما كتشوفوا لي زيكستونسيون ديالها هي عباره عن صور، او الامتدادات ديالها هي عباره عن صور JPEG. الملفات للتذكير هي نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، شهاده الاجازه او الشهاده المعترف بمعادلتها. طبعا للناس اللي عندهم اجازه يعني ربما من دولة أجنبية. ثم وصل الترشيح الإلكتروني اللي غادي يتم الاستخراج ديالو، وأخيرا الالتزام، وهذا الالتزام يجب أن يكون مصادق عليه لدى أقرب مقاطعة أو بلدية أو مقر جامعة بالنسبة للعلم القروي. إذا بعد تحميل هذه الملفات يجب التأكيد على تحميلها، وهنا يجب الانتباه حيث ان هذه الملفات يجب ان نتاكد اننا وضعنا كل ملف في يعني القائمه او الاختيار المناسب من القائمه. ربما يكون الصور غير مسمات، وبالتالي نوقف في اشكال ديال اننا رفعنا مثلا صوره من البطاقه الوطنيه في مكان الاجازه او العكس. اذا هنا الموقع كيطلب مني مره اخرى انني ناكد تحميل جميع مرفقات الطلب، وكينبهني انه لن نستطيع تحميل المرفقات بعد هذا التاكيد. طبعا هنا غنختار نعم، ثم اتوصل برساله تفيد بتحميل مرفقات الطلب بنجاح ونغلقها. الان يصبح طلبي على هذا الشكل، وضعية الطلب مصادق عليه من طرف المترشح. إذا أنا كان في البداية عندي طلب مسجل، الآن أصبح طلب مصادق عليه من طرف المترشح. ماذا يعني هذا؟ يعني أنني يعني قدمت جميع المعلومات في الموقع في مرحلة التسجيل الأولي، قدمت جميع الوثائق المطلوبة مني في المرحلة ديال التسجيل النهائي، اختاريت المديريات الإقليمية للتعيين، اختاريت التخصص، واش يعني الاساتذه اطول الاكاديميات او الملحقين ديال اطول الاداره والاقتصاد والدعم الاداري والتربوي، يعني اختاريت التخصص اللي بغيت، اختاريت التخصص اللي بغيت، اختاريت الاكاديميه.
يعني اللي باغي نشتغل فيها. اختاريت ايضا المديريات الاقليميه، كيبقى لي طبع ديال الطلب ديالي، ثم ايداع ملف الترشيح طبعا بشكل الكتروني. المرحله المقبله، هنا البعض يظن انه انتهى كل شيء وتم ايداع ملف يعني ترشيحه بشكل نهائي، ولا يوجد اي شيء اخر يعني يجب القيام به. لا بالعكس، يجب الاطلاع من حين لاخر، يعني بعد مرور حوالي 48 ساعه، على وضعيه الطلب. يجب ان تكون في وضعيه الطلب عباره طلب مصدق عليه من طرف المديريه الاقليميه او من طرف الاكاديميه. إذا في الحالة هذه نتأكد أنه الطلب ديالنا وصل وبشكل جيد وما كاين حتى شي إشكال. في حالة وجود طلب مثلا عبارة أخرى تفيد أن الطلب غير مصدق عليه من طرف المديرية الإقليمية، طلب مرفوض مثلا، أو طلب به مشاكل أو شيء من القبيل، فيجب آنذاك التوجه بشكل شخصي ومرفقا ببطاقة التعريف الوطنية للمترشح. يعني نفسه يجب التوجه الى مقر اقرب مديريه اقليميه اللي احنا بغينا نترشحوا فيها، وبالتالي يعني محاوله حل هذا المشكل على صعيد مكتب الموارد البشريه بهذه المديريه. هنا كما قلت يجب التاكد من هذه الوضعيه ديال الطرف، هذه الخانه الان المؤطره بالاحمر. اذا هنا الخانه هذه هي التي يجب ان نتابعها من حين لاخر حتى بعد إيداع ملفات الترشيح. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم.